لا انا هاجمت ما فيش ازمه ولا حاجه، انا هاجمت نوعيه معينه بشكل معين، للاسف الشكل ده هو 70% هو اللي سائد نظرا لتغيرات اعلاميه موجوده، مش ده اللي انا درسته ومش ده اللي انا اتعلمته. نعم الترافيك بيدور على غلط، فلان الحاجات دي بتعمل مشاكل وبتعمل فتنه، بتوصل معلومه غلط، بتعمل مشاكل ما بين ناس كتير، وما بتوصلش الحاجه اكتر من ان هو بيستفيد، وفي ناس كتير بتضر. طب بعد كده شكرت المجلس الاعلى للصحافه ولا طبعا لان انا ده ما فيش حاجه طبعا، لانه يعني اولا هم كل الاساتذه الاعلاميين المحترمين عارفين ان انا ما اقصدش الاعلام ككل، انا اقصد منظومه معينه، والمنظومه دي للاسف هي موجوده منها بتاع حوالي 70% من المنظومه اللي هم بيحاولوا يجددوها ويغيروها وتبقى للاحسن. اتنين حتى الرابطه اللي كانت بتطالب بالتحقيق وبتاع لا الناس فاهمين جدا، وقال لي بالعكس انا احنا معاك وبنساندك، لان لو انت غيور على الاعلام فتبقى غيور اكتر انك تصلحه للاحسن، زي ما انا غيور على فني فبقعد في بيتي كتير عشان اعمل حاجه محترمه. فهو فهم ده، هو ما هاجمش، هو الراجل افتكر ان انا طالع هاجم وخلاص، لكن هو غيور على اعلامه، غيور على مهنته، فبالتالي هو عايز يحسن مهنته للاحسن.